والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم زادك الله صل على حضرة النبي ما شاء الله والله العظيم كان فضل الله عليك يا شيخ يا حبيبي الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في